القدر اللي مقدركم به اني حبيت ندير لكم لا فيديو باش تشوفوا لو فيزاج دو جمال دحو باسكو انا من قبل نقول انا ام ذا بيبلز شامب انا بطل الشعب كانت بخسارة بضرب القاضية في الجولة الخامسة. نحكي لكم صراحة عن الكومبا خاوتي، أنا كنت ضرب قاضية من الجولة الأولى، من الدقيقة الأولى. درت غلطة وين حكمني في لاماشوار بإيبركوت، تما كانت شغل مخي ولا شغل ما يكونتروليش الكور تاعي، وعجبا لحقت للسانكيام راوند. هذيك حرارة برك، حرارة وقلب تانيك من نساوش فانيك المشجعين ولاد بلادي، ربي يخليهم لي إن شاء الله اللي جاو. حياتي كومبلي وانا نربح ونشرف البلاد، ومن بعد ندير دي فيديو نفرح مع شعبي ونفرح مع ناسي ونفرح مع الناس اللي يبغوني ومع المشجعين تاع جمال دحو. الور هاد المرة تاني حبيت ندي نفس لا ديسيزيون وندير فيديو ونفرح ونهدر مع شعبي ومع الناس اللي يبغوا جمالنا احتراما لهم.